السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبرحب بحضراتكم جميعا، وبرحب طبعا بأستاذنا الكبير باشمهندس أسامة مصطفى. طبعا باشمهندس أسامة مصطفى كان موجود معانا في كورس من أقوى الكورسات اللي قدمتها بيبي أريبيا في الفترة السابقة، كان عن السكس سيجما. ويعني أغلب الحضور طبعا عارفين الباشمهندس وعارفين يعني إن هو قيمة علمية كبيرة، ويعني كان الكورس مفيد جدا لكثير مننا، والأمثلة التطبيقية والتوضيح والشرح حاجة يعني كانت في منتهى الجمال في الكورس السابق. طبعا الله يخليك يا احمد، الباشمهندس مش محتاج طبعا تقديم، بس يعني ايه هنقدمه برضه للي ما يعرفش. باشمهندس أسامة مصطفى، باشمهندس أسامة مصطفى خريج هندسة قسم الميكانيكا بجامعة حلوان سنة 2005، وبيعمل حاليا كمدير مراقبة وتخطيط الإنتاج في إحدى الشركات المصرية الكبرى. له خبرة كبيرة في مجال المشاريع والتركيبات الإنشائية للصناعات الحديدية بشتى صورها، له خبرة في الورش الإنتاجية الصناعية الحديدية، وحاصل على الليد 6 سيجما بلاك بيلت من الانترناشونال كواليتي فيدريشن، وحاصل على 6 سيجما جرين بيلت من الكواليتي انترناشونال فيدريشن، وحاصل على العديد من الشهادات الهامه في اداره المشروعات زي البي ام بي والام بي اي والريسك مانجمنت والاوشا دبلومه. وان شاء الله هيكون موجود معانا النهارده في كورس عن اللين ميثودولوجي، وباذن الله يعني هيكون من اقوى برضو الكورسات اللي هتقدم معانا. اهلا ومرحبا بحضراتكم، واهلا ومرحبا بحضرتك باشمهندس اسامه. الله يخليك يا باشمهندس أحمد، شكرا ليك على التقديم الكويس ده، جميل، ألف شكر ليك. عفوا يا باشمهندس، السلام عليكم، ازيكم وعاملين ايه جميعا؟ وان شاء الله بإذن الله يكون الكورس دوت مفيد ليكم. زي ما قدمنا السكس سيجما ميثودولوجي قبل كده وفهمتوها، ان شاء الله بإذن الله نبتدي نشرح الجزء الثاني من المنهجية بتاعت السيكس سيجما وهي اللين. طبعا الهدف من اللين اللي هو بيقلل الهوادر والنفايات، بعكس السيكس سيجما كانت بتقلل الانحرافات والتباينات. فطبعا احنا لما جينا درسنا المنهجية بتاعت سيكس سيجما، درسنا فيها من خلال العمليات الإحصائية اللي احنا درسناها بالتفصيل في منهجية الدماغ، أفكركم بيها كده في عبالة. الدماغ اللي هي كانت اختصار ديفاين والميجر والاناليز والامبروف والكنترول، وهم دول الخمسة لمنهجية السيكس سيجما اللي احنا درسناها تقريبا في حوالي شهرين وعشر ايام. وزي ما وعدتكم اللي انا هشرح لكم اللين بعد ما ابتدي يعني اجهز الماتيريال واشوف شركه بي ام ارابيا واظبط معايا الموضوع وكده. وان شاء الله باذن الله يكون الكورس لمنهجيه اللين هيعجب حضراتكم وهتستفادوا منه كتير ان شاء الله باذن الله. طبعا اللين زي ما قلت لكم ان اللين ميثودولوجي هي منهجيه بتخص تقليل الهوادر والنفايات في العمليات الصناعيه والعمليات عموما، سواء كانت صناعيه او خدميه. فالدراسه بتاعتها اثبتت إن دمجها مع السكس سيجما بتحقق المراد وبتحقق الهدف منها. وهنبتدي نعرض على حضراتكم الكونتنت لمنهجية اللين وهنشوفها مع بعض. اللين ميثودولوجي أول حاجة هندرسها مع بعض الكواليتي ديفلوبمنت ستيجز. طبعا انا مش هقدر افتح الميكروفون لان حضراتكم عددكم ما شاء الله كبير جدا، العدد عندي يعدي ال100. فطبعا دلوقتي انا مش هقدر افتح الميكروفون لكل واحد، لان هيبقى مش هنعرف نركز في شرح الكورس. فاي حد هيبقى عنده اي سؤال او اي حاجه ان شاء الله هيبقى في اخر الكورس نبتدي نعرضه على الشات او نشوفه على الشات، و
ونجاوب عليه ان شاء الله. انتوا كده كلكم سامعيني؟ يعني الصوت كده واضح بالنسبه لكم؟ لا يقول لي كده واضح، يعني ايه؟ يكتب لي على الشات الصوت واضح قبل ما اخش في الشرح. طيب تمام. فهنقول ان منهجيه اللين هندرس فيها محاور مهمه جدا عندنا. اول محور عندي هندرسه في اللين الكواليتي ديفلوبمنت ستيجز، اللي هي مراحل تطور الجوده. ومراحل تطور الجوده احنا قلناها قبل كده في السيكس سيجما، ولازم برضو تتقال في اللين. تمام، دي المرحله الاولى او الجزء الاولاني اللي احنا هنتكلم فيه النهارده ان شاء الله، اللي هو الكواليتي ديفلوبمنت ستيجز. الجزء الثاني الديفينيشن اوف لين ميثودولوجي، اللي هي تعريف منهجيه اللين. تعريف منهجيه اللين. الجزء الثالث الانترودكشن اوف لين مانيفاكتشرنج، اللي هي مقدمه على اللين التصنيع الرشيق اللي احنا بنسميه اللين مانيفاكتشرنج. هي بيسمى التصنيع الرشيق او الخالي من الهدر. طبعا انا عايز اتفق معاكم على حاجه ان شاء الله باذن الله، اللي احنا لازم يبقى معانا نوت بوك نكتب فيه كل ملاحظه. طبعا الباوربوينت ما بيبقاش فيها معلومات كتير، يعني انا حاطط طبعا معلومات كتير، وطبعا هديكم الباوربوينت واشيرها لكم وهتعجبكم جدا، لان انا حاطط فيها معلومات كتير من كذا كتاب. يعني انا قريت كتب في اللين كتير، ولخصت فيها طبعا من الانترناشونال كواليتي فيدريشن او الاي اس كيو اللي هي الامريكان كواليتي سوسايتي. فيعني انا دامج حاجات كتير في الباوربوينت، وفي حاجات انا هقول لكم اكتبوها بخط ايديكم. ليه؟ لان لما هتيجي تكتب بخط ايدك وتسمعني وانا يعني بتكلم او بحاضر معاك، وتشوف الكلام ده بالنسبه في الفيديو اللي هينزل على صفحه الفيسبوك واللينكد ان واليوتيوب، فهتبقى يعني شايف كل حاجه سامعها وبتكتبها بايدك وشايفها، فتقدر المعلومه تثبت في دماغك وتقدر تواكب معايا الكورس لغايه نهايته. فانا طالب من حضراتكم اللي انا يبقى في نوت بوك صغير كده تقدر تكتب فيه كل النوتس اللي انا هقولها، تقدر تكتب فيه المصطلحات. طبعا منهجيه اللين منهجيه تعتبر 90% منها نظري، مش زي السكس سيجما. السكس سيجما زي ما درسنا مع بعض كان في برنامج المينيتاب 17، وكان في عمليات احصائيه كتير درسناها من خلال الاكسل ومن خلال البرنامج العظيم اللي هو مينيتاب 17، اللي هو يعتبر اكبر برنامج احصائي على مستوى العالم والمعترف به من هيئات الكواليتي عموما، اللي هو المينيتاب 17. بالنسبه للين مش هيبقى في عمليات احصائيه ولا هيبقى في مينيتاب، بس هيبقى في قوانين وحسابات، وهنستخدم برضو القوانين والحسابات والكلام دوت في المنهجية بتاعتنا إن شاء الله. فهتبقى منهجية اللين، نعيد تاني بالنسبة للناس اللي لسه داخلة دلوقتي، الكونتنت بتاعت منهجية اللين عندي اللين ميثودولوجي. أول محور عندي هندرسه الكواليتي ديفلوبمنت ستيجز، وتاني محور الديفينيشن اوف لين ميثودولوجي، والانترودكشن اوف لين مانيفاكتشرنج، واللين مانيفاكتشرنج ديفلوبمنت، والمحور الثاني اللي هو تويوتا برودكشن سيستم اللي هي اختصار التي بي اس، والاوبجكتيف والاوبجكتيفز اند ديفينيشن، والثري تايبس اوف ويست، واللين مانيفاكتشرنج تول. واخر حاجه هندرسها مع بعض بعد ما نلم المنهجيه، بعد ما ندرس كل حاجه بالظبط عنها، هندي الفاينل بروجكت. والفاينل بروجكت هو يعتبر الجزء العملي اللي هو هنطبق عليه المنهجيه بتاعه اللين. زي ما ادينا الفاينل بروجكت في السكس سيجما، وكل واحد في حضراتكم طبعا حضر معايا الكورس كان من قيمه 6 7 شهور تقريبا، عمل
عمل مجهود جبار وعملتوا الفاينل بروجكت بتاعكم في مكان عملكم، وكل واحد فيكم قدم ليا المشروع النهائي بتاعه في السيكس سيجما. وبصراحه كان في مشاريع كتير انا شفتها، يعني مشاريع كلها ممتازه والتقدير بتاعها كان ممتاز، وكلكم عملتوا مجهود جبار في المشاريع بتاعه السيكس سيجما. ان شاء الله باذن الله تقدموا نفس المستوى في منهجيه اللين بتاعي. طيب عايزين ندرس اول محور عندنا الا وهو الكواليتي ديفلوبمنت ستيجز. الكواليتي ديفلوبمنت ستيجز، كل الناس كده معايا؟ في واحد كاتب مش سامع حاجه. الصوت مش واضح. الصوت تمام يا باشمهندس، هو بس تقريبا هو في اللي واحد مش كاتب عمل على الشات الصوت مش واضح. ده لا بالعكس، ده انا معلي صوتي جدا، يعني ده انا من ده انا الكورسات اللي انا بديها في الشركات بيقولوا ان انت صوتك عالي قوي يا باشمهندس اسامه. انت يعني انا معلي صوتي بقدر الامكان عشان حضراتكم كلكم تسمعوا. هنبتدي في مراحل تطور الجودة. طبعا الجودة دي ما ظهرتش كده مرة واحدة، ده كان ليها مراحل وظهور في تواريخ معينة، وابتدى الباحثين من خلال الجودة بيقسموا الجودة ومراحل الجودة لست مراحل أساسية. يبقى معظم الباحثين على مستوى العالم قسموا مراحل الجودة اللي مرت بيها الجودة من أول ما ابتدت لغاية وقتنا هذا إلى ست مراحل أساسية. المرحلة الأولى اللي هي الكواليتي كنترول. الكواليتي كنترول اللي هو ضبط الجودة. طيب نبتدي نكتب بقى مع بعض كده في النوت بوك اللي انا قلت لكم عليه من شويه تعريف الكواليتي كنترول. تعريف الكواليتي كنترول اللي هو ضبط الجودة هو مراقبة مكونات المنتج او العناصر المصنوع منها المنتج. يبقى الكواليتي كنترول باختصار شديد هو مراقبه مكونات المنتج او العناصر المصنوع منها المنتج. طب التاريخ اللي ظهرت فيه المرحله دي كان من 1917 الى 1939. يبقى تاني المرحلة الأولى عندي من مراحل تطور الجودة هي مرحلة ضبط الجودة الكواليتي كنترول. ظهرت إمتى؟ من 1917 إلى 1939. طب معنى مراقبة الجودة إيه؟ معنى ضبط الجودة إيه؟ هو مراقبة مكونات المنتج أو العناصر المصنوع منها المنتج. طيب إزاي ظهر الموضوع بتاع الكواليتي كنترول؟ أكيد في حاجة حصلت أو حدث هام ظهرت في هذه المرحلة. خلال الحرب العالمية الأولى أصبح نظام التصنيع في الوقت ده كان معقد جدا، وتنوعت الأساليب بتاعة الإنتاج، واتسع حجم الوحدات الإنتاجية، وبالتالي الشركات ابتدت تستلم المنتج عن طريق المفتش اللي هو الإنسبكتور.
الانسبكتور دوت كان بيستلم 100% 100%. وطبعا الشركات عملت مواصفات قياسيه في الفتره دي، والمواصفات ديت مارستها على العمال، على العمال والانتاج في الورش بتفتيش صارم، بتفتيش صارم. ادى الى ايه؟ ادى الى ان الانتاج ابتدى يبقى في انتاج كتير، بس الانسبكتور بيفتش عليه كله كله، ما بيسيبش اي، ما بياخدش مثلا حاجه راندم او بياخد عينه، ابتدى يستلم المنتجات 100%. وده اخر عمليه الانتاج، وده اخر عمليه الانتاج في الفتره دي، لان كان المنتج بيتسلم عن طريق الانسبكتورز بنسبه 100%. وده طبعا ما حققش الهدف في الفتره دي. نقول الكلام تاني ونعيده تاني. المرحله الاولى من مراحل الجوده كانت سنه 1917 ل 1931، اللي هو الكواليتي كنترول، وهو مراقبه مكونات المنتج او العناصر المصنوع من المنتج. خلال الحرب العالميه الاولى التصنيع اصبح اكثر تعقيد، وتنوعت اساليب الانتاج واتسعت حجم الوحدات الانتاجيه، ونتيجه لذلك ظهرت في الصوره المفتش اللي هو الانسبكتور. والشركات دي كلفت المفتشين بقصد ايه؟ عزل الانتاج غير الجيد، ووضعت الشركات مواصفات قياسيه صعبه، حطت مواصفات قياسيه صعبه في التسليم ومراسل التفتيش. وكان المغزى الذي يعني واجهته الشركات ديت ان التفتيش بقى بنسبه 100%، فعمل وقت كبير وقلل حجم الانتاج. وطبعا المرحله ديت ما حققتش الهدف منها، ما حققتش الهدف منها، فاضطروا اللي هم يفكروا في مرحله جديده تغطي الموضوع ده. المرحله اللي بعديها اللي هي الاستاتستيكال كواليتي كنترول، الاستاتستيكال كواليتي كنترول اللي هو ضبط الجوده الاحصائي. والمرحله ديت كانت من سنه 1939، طبعا المرحله الاولى اللي هي بتاعه ضبط الجوده كانت من 1917 ل 1939، فالطبيعي المرحله اللي بعديها هتبتدي من سنه 1939 واتنهت عام 1945. مرحله ضبط الجوده الاحصائي هنديله كده تعريف نكتبه مع بعض، هي ضبط الجودة الإحصائي هي أدوات الجودة الإحصائية المستخدمة لضبط الجودة. يبقى هي أدوات الجودة الإحصائية المستخدمة لضبط الجودة. طيب في المرحلة ديت، بدأت المرحلة ديت بعد الحرب العالمية الثانية سنة 39. التوسع الكبير في الإنتاج واعتماد نمط الانتاج المستمر لتلبيه ايه؟ احتياجات العسكريين. طبعا الحرب العالميه الثانيه بدات، وابتدى بقى ايه؟ محتاجين بقى، عايزين يلبوا احتياجات العسكريين من اي انتاج، ملابس بقى، اسلحه، ايا كان نوع المنتج او الصناعه، فهم عايزين يغطوا على الاحتياجات العسكريين اللي هم محتاجين. فعشان يفتش 100% كده مش هيطلع انتاج كبير، فابتدى يفكر الناس، ابتدت تفكر اللي هي المسؤوله. فجي واحد عالم كبير في الفتره دي كان اسمه وولتر شيوارت. وولتر شيوارت قال لك ايه؟ وولتر شيوارت يعتبر اول من طبق علم الاحصاء في الجو.
يبقى نكتب المعلومه ديت عشان بتيجي في امتحانات. اول ما نطبق ضبط الجوده الاحصائي هو العالم الاحصائي الكبير وولتر شوارت الذي يعد من مؤسس نظريه الجوده، يعتبر من مؤسس نظريه الجوده الاحصائيه. الراجل ده جه فكر في ايه بقى اللي اسمه وولتر شوارت؟ قال لك انا هاخد عينات، يعني انا مثلا بنتج من الموبايل دوت 1000 موبايل، انا هستلم منه او اخد عينه منه 10، واشوف ال10 دول اطبق عليهم التفتيش بتاعي 100%، وطلعوا كويسين يبقى خلاص، يبقى انا كده ايه استلم المال. يبقى هو ابتدى يفكر اللي هو يبتدي يستلم عن طريق العينات. طيب يبقى في حد عايز يسأل سؤال؟ خلي بصوا الأسئلة، يعني خلوا الأسئلة في الآخر، اللي بيسأل الكورس كم محاضرة وكده إن شاء الله، يعني هو الكورس هيبقى من 4 محاضرات إن شاء الله. بس بصوا يعني إيه، اللي عايز يسأل يخلي الأسئلة في آخر المحاضرة أو في جروب حضراتكم كلكم عليه، يعني ما قدرناش ناخد العدد كبير جدا جدا، فما قدرناش ناخد جميع الأسئلة. اللي عايز أي حاجة يكتبها على الجروب أنا هقول له عليه. طيب، فجي وولتر شوارت اللي هو مؤسس نظرية الجودة الإحصائية قال لك لا، أنا طبعا عشان أغطي الإحصائية، أغطي الاحتياجات العسكريين في الفترة اللي هي من 39 ل 45 أثناء الحرب العالمية الثانية، أنا هلجأ للإيه؟ للفحص بالعينات. وهاخد عينات من كل منتج وأشوف العينات دي مقبولة ولا إيه؟ مرفوض. طيب، وجه راح مقسم التغييرات والانحرافات إلى نوعين. وولتر شوارت قسم الانحرافات اللي هيقيس عليها العينة إلى نوعين. انحرافات بتحدث بسبب عوامل الصدفة البحتة، يعني عوامل للمنتج حصلت لا قدر الله بالصدفة البحتة غيرت في المنتج، فدينا ماليش يد فيها، زي لا قدر الله باد ويزر، زي مطرة، زي ماس كهرباء، زي بتأثر في المنتج، الحاجات دي بتأثر في المنتج، فدي عوامل. أول نوع من التصنيف اللي صنفه وولتر شيور للانحرافات هي انحرافات بتحدث بسبب عوامل الصدفة البحتة. اتنين، النوع الثاني من الانحرافات انحرافات بتحدث بسبب عوامل يمكن معرفتها وبالتالي ايه؟ وضع معالجات مناسبة لمنع تكرار حدوث. يبقى الراجل وولتر شوارت دوت عمل موضوع الفحص بالعينات، وقسم الانحرافات ديت لنوعين، انحرافات بتحدث بسبب عوامل الصدفة البحتة وانحرافات بتحدث بسبب عوامل أنا ممكن أعرفها وبالتالي أضع المعالجات المناسبة لتكرار حدوثها. فالراجل اللي هو يعتبر وولتر شوار من مؤسسي ضبط الجودة الإحصائي اللي هي المرحلة الثانية اللي عندنا من مراحل الجودة، من مراحل تطور الجودة. طيب، المرحلة الثالثة ضبط الجودة الشامل. خلي بالكوا في ناس بتغلط من ضبط الجودة الشامل وإدارة الجودة الشاملة، عشان في ناس سألتني كتير في كورسات هندسة الفرق ما بين إيه وإيه. لا، ده الفرق كبير. ضبط الجودة الشامل اللي هو التوتال كواليتي كنترول، إنما إدارة الجودة الشاملة اللي هو التوتال كواليتي مانجمنت. دي مرحلة ودي مرحلة، دي حاجة هنتكلم عليها، والتوتال كواليتي مانجمنت دي حالة تانية هنتكلم عليها. تمام؟
عشان الناس ما تتلخبطش ما بين الاثنين وتقول لي هندسه لا ده التوتال كواليتي كنترول هو التوتال كواليتي مانجمنت، لا مختلفين خالص. طيب التوتال كواليتي كنترول اللي هو ضبط الجوده الشامل ظهر من سنه 45 لسنه 1908، خلاص التوتال كواليتي كنترول ظهر من خلال 1945 الى 1980. قال ايه بقى التوتال كواليتي كنترول؟ تعريفه نكتب مع بعض، هو عمل نظام شامل متكامل، هو عمل نظام شامل متكامل يمكن بواسطته تجميع عمل الوحدات المختلفة، تجميع عمل الوحدات المختلفة داخل المؤسسة بضمان إنتاج مستمر، بضمان إنتاج مستمر للمنتج. تمام؟ خلوا الأسئلة في نهاية المحاضرة. بضمان إنتاج مستمر للمنتج بدرجة مناسبة ترضي العميل بأقل التكاليف. أقول التعريف تاني، هو عمل نظام شامل متكامل يمكن بواسطته تجميع عمل الوحدات المختلفة داخل المؤسسة بضمان إنتاج مستمر للمنتج بدرجة مناسبة ترضي العميل بأقل التكاليف. تمام كده؟ طيب المرحلة ديت بدأت بعد الحرب العالمية الثانية. الحرب العالمية الثانية خلصت، ابتدوا يفكروا في مرحلة جديدة للجودة، فقالوا ايه؟ احنا نعمل نظام بيعتمد اسلوبه على الاتساع بنشاط الجودة الشامل ليشمل جميع مراحل الانتاجية، جميع المراحل الانتاجية بدءا من ايه؟ من الروماتيريا، بدءا من المواد الاولية وتنتهي بالفاينل برودكت، وتنتهي بالفاينل برودكت اللي هو المنتج النهائي. يبقى المرحلة دي ابتدت تركز على المواد الاولية اللي هي الرو ماتيريال، بداية من الرو ماتيريال ومرورا بالعمليات المختلفة لغاية ما يبقى المنتج فاينل برودكت، يبقى المنتج نهائي. انا هستلم من اول الخامات لغاية المراحل اللي بيمر بيها المنتج لغاية الفاينل برودكت بتاعه. يبقى المرحلة ديت كانت من المراحل المهمة في مراحل الجودة. طيب هنبتدي نشوف مرحلة جديدة عندنا وهي المرحلة الرابعة، وهو الكواليتي اشورنس اللي هو توكيد الجودة، توكيد الجودة. طيب الكواليتي اشورنس ظهر في المرحلة اللي هي ما بين 1980 ل 1978. يبقى الكواليتي اشورنس اللي هو توكيد الجوده ظهر من 80 ل 78 في السبع سنين دول. طيب تعريف الكواليتي اشورنس ايه او توكيد الجوده؟ يقصد منه جميع الاجراءات التخطيطيه، جميع الإجراءات التخطيطية والتنظيمية اللازمة لإكساب الثقة الكافية بأن المنتج سيفي بمتطلبات المستهلك أو الزبون. تمام؟ يبقى الكواليتي أشورنس اللي هو توكيل الجودة يقصد منه جميع الإجراءات التخطيطية والتنظيمية اللازمة لإكساب الثقة
اتكفل بأن المنتج سيفي بإيه؟ بمتطلبات المستهلك أو الزبون. ودي كانت مرحلة مهمة جدا عندنا. طيب المرحلة اللي بعد كده اللي هي التوتال كواليتي مانجمنت، اللي هي إدارة الجودة الشاملة. طيب إدارة الجودة الشاملة ممكن ندي لها تعريف؟ ندي تعريف لإدارة الجودة الشاملة، نكتب مع بعض: نظام شامل يهدف إلى إرضاء العميل. طبعا إدارة الجودة الشاملة من سنة 87 لغاية وقتنا هذا، لغاية وقتنا هذا احنا شغالين بإدارة الجودة الشاملة، لأن الكواليتي أشورنس كان من سنة 80 لسنة 87. فالجودة الشاملة ظهرت من 87 لغاية وقتنا هذا. يبقى التاريخ بتاع إدارة الجودة الشاملة من سنة 87 لوقتنا هذا يعتبر نظام الجودة الشاملة. إدارة الجودة الشاملة هو نظام شامل بيهدف إلى إرضاء العميل، دي في المرحلة الأولى. يبقى إدارة الجودة الشاملة بيهدف إلى إرضاء العميل عن طريق الجهود المستمرة والمشتركة بين الإدارة والعاملين. يعني مش العاملين بس اللي هيطبقوها، لا دي الإدارة كمان، الإدارة والعاملين لتحقيق الجودة. هل الجودة هتبقى في المنتج بس؟ لا، ده قال لك إن الجودة في كل الأنشطة اللي في المنشأة أو في المؤسسة، كل الأنشطة سواء بقى أنشطة مالية، أنشطة مخازن، أنشطة حسابات، جميع الأنشطة هتشارك في إدارة الجودة الشاملة. جميع الأنشطة اللي في المؤسسة هتشارك في إدارة الجودة الشاملة لتقديم خدمة أو منتج مرضي للعميل ومناسبة للمؤسسة، ومناسبة للمؤسسة. أقول تاني، إدارة الجودة الشاملة إدارة الجودة الشاملة التوتال كواليتي مانجمنت نظام شامل يهدف لإرضاء العميل عن طريق الجهود المستمرة والمشتركة بين الإدارة والعاملين لتحقيق الجهود المستمرة والمشتركة بين الإدارة والعاملين. يعني كل ما هو في المؤسسة هيحقق موضوع إدارة الجودة الشاملة لتقديم خدمة أو منتج مرضي للعميل، مرضي للعميل ومناسب للمؤسسة. يعني أول حاجة مرضي للعميل، في المقام الثاني مناسب للمؤسسة. يبقى العميل هو اللي في المقام الأول عندنا. تمام؟ تمام كده؟ في واحد بيقول أنا بص يعني اللي كتب يشير على الجروب، لأن طبعاً في حاجات كتير عايز أشرحها، فأنا يعني أنا بعيد على قد ما بقدر، بس طبعاً عشان وقت المحاضرة فأنا بحاول يعني إيه بعيد مرة بس مش قادر أعيد تاني. ففي واحد بيسأل عايز تعريف إدارة الجودة الإحصائي، فاللي كتبه يبقى يشيرهوله على الجروب. ماشي؟ اللي كتبه يبقى يشيرهوله على الجروب. طيب نكمل الموضوع كده، احنا خلصنا إدارة الجودة الشاملة اللي هي ظهرت من سنة 87 حتى وقتنا هذا، وقلنا هو نظام شامل بيهدف إلى إيه؟ رضاء العميل عن طريق الجهود المستمرة والمشتركة بين الإدارة وإيه؟ والعاملين لتحقيق الجودة في كل الأنشطة لتقديم خدمة أو منتج مرضي للعميل ومناسب للمؤسسة. طيب. يبقى كده خدنا خمس مراحل. المرحلة السادسة والأخيرة اللي هي السيكس سيجما، اللي هي اللي احنا شرحناها
من فترة في الكورس بتاعنا وشرحنا المنهجية بتاعتها، وقعدنا حوالي شهرين ونص نشرح ازاي بنطبقها، والناس الحمد لله كلها اتأهلت معايا في الكورس اللي فات يلو. طبعا ان السكس سيجما دي أحزمة، بداية من الوايت، بعد كده اليلو، بعد كده الجرين، بعد كده البلاك، خدت بالكم؟ فالناس الحمد لله انا قدرت اأهلها وايت ويلو في الكورس اللي فات، وشرحنا السكس سيجما. السكس سيجما هي المرحلة السادسة اللي عندي، ظهرت من سنة 79 لغاية وقتنا هذا. تاريخ ظهور السكس سيجما من سنة 79 حتى الآن. طيب إيه تعريف السكس سيجما؟ هقول برضو بسرعة إيه تعريفها عشان نبتدي نخش في باقي الشرح. هنقول السكس سيجما، الناس اللي بتحب تكتب معايا، هي عملية تمكن المؤسسة من التحسن بصورة كبيرة في عملياتها الأساسية وهيكلها عن طريق جمع البيانات. لازم أجمع بيانات قبل ما أخش في السكس سيجما. طبعا حضراتكم عارفين الكلام اللي أنا بقوله ده، أنا شرحت الكلام ده بالتفصيل، وكاري التيم وجمع بياناتي وحل الإحصائي عن طريق الإكسل والمينيتاب، وشرحنا الحاجات دي كلها وفهمنا وخدنا حاجات عملي وشرحناها، وكل الناس يعني ما شاء الله عليها بقت فاهمة السكس سيجما والعمليات بتاعتها ماشية ازاي. طيب هي عملية تمكن المؤسسة من التحسن بصورة كبيرة في عملياتها الأساسية وهيكلها عن طريق جمع البيانات والتحليل الإحصائي لتحديد الأخطاء وطرق القضاء عليها. يبقى هو ده إيه تعريف السكس سيجما، هي عملية تمكن المؤسسة من التحسن بصورة كبيرة في عملياتها الأساسية وهيكلها عن طريق جمع البيانات والتحليل الإحصائي لتحديد الأخطاء وطرق القضاء عليه. أو بمعنى آخر، مصطلح كده صغير كده سمري للي أنا قلته ده، هي منهجية شاملة تؤدي إلى تحسين الأعمال. هي منهجية شاملة تؤدي إلى تحسين الأعمال. تمام، هو واحد كتب أهو، لسه فاطمه كتبت تمام، اللي كان طالب تعريف ضبط الجوده الاحصائي كتبته له على الشات. ماشي، يبقى خلاص كده خدنا الست مراحل، عرفنا الست مراحل بتوع الكواليتي ديفلوبمنت ستيجز، مراحل تطور الجوده، ضبط الجوده الكواليتي كنترول، الاستاتستيكال كواليتي كنترول، التوتال كواليتي كنترول، الكواليتي اشورنس، التوتال كواليتي مانجمنت، السكس سيجما. السكس سيجما هنتكلم برضو شويه كده على افكركم بالسكس سيجما للناس اللي ما حضرتش معايا الكورس اللي فات. فيا باشمهندس اسامه احنا عايزين بقى تقول لنا شويه يعني عن السكس سيجما كده، هقول لكم عليها بسرعه شويه حاجه. طيب السكس سيجما جذورها كانت في اوائل القرن العشرين. طبعا الحاجات اللي انا بقولها دي كلها مش موجوده في الباوربوينت، كل اللي انا بقوله ده موجود في دماغي، يعني كل المعلومات دي موجوده في دماغي، خدت بالكم؟ فالحاجات دي مش موجوده فين؟ في الباوربوينت. ان السكس سيجما دي ظهرت في اوائل القرن العشرين على يد واحد اسمه هنري فورد، معروف هنري فورد صاحب شركة فورد للعربيات، طبعا عارفينه يعني. طب هنري فورد دوت سنة 1915 جه وابتدى يطبق السكس سيجما على المنتج اللي كان بيصنعه اللي هو العربيات بتاعته، إلى أن جاء العالم الشهير للجودة
كان اسمه باين فليب كروزبي، اللي هو عمل نشر في كتابه بتاع السكس سيجما سنة 1979 الكواليتي از فري، يعني عمل كتاب فليب كروزبي دوت، عمل كتاب، الكتاب ده اتباع بملايين النسخ، بملايين النسخ، وهو ده أول واحد ابتدى يحط في كتابه مفهوم السكس سيجما، وبناء عليه من سنة 79 أول لما اتنشر كتاب فيليب كروزبي اللي هو الكواليتي از فري، ابتدت نظرية أو مفهوم أو منهجية السكس سيجما تظهر، وابتدى الناس تطبقها، وابتدى الناس تطبقها، وأول ما نطبق نظرية السكس سيجما أو منهجية السكس سيجما تطبيق فعلي في مصنعه، كانت شركة موتوريلا، كانت إيه؟ شركة موتوريلا سنة 1980. أنا بحكي لكم زي الحدوتة، دي حدوتة يعني، يعني أنا بحب لما أجي أشرح حاجات فيها هيستوري وحاجات فيها الأوريجنز والحاجات دي كلها أقولها كحدوتة عشان الناس تفهم، أبتدي أقول التسلسل التاريخي، أبتدي أقول الأحداث بتاعتها عشان الناس تثبت في دماغها. طيب جت موتوريلا سنة 80 أول لما كتاب فيليب كروزبي يتنشر سنة 79 اللي هو الكواليتي از فري، جيت اتنين مهندسين كبار في الشركة دي، واحد اسمه مايكل هيري وصاحبه وصديقه، صديق عمره مهندس زميله في الشركة اسمه بيل سميث ومايكل هيري، دول اتنين مهندسين أصدقاء جوه شركة موتوريلا، جم قروا الكتاب بتاع فيليب كروزبي سنة 79 واقتنعوا باللي مكتوب في الكتاب، وقال مايكل هيري وبيل سميث قالوا طب وليه ما نطبقش المنهجية دي عندنا جوه شركتنا اللي هي موتوريلا. قعدوا 5 سنين يدرسوا من سنة 80، من سنة 80 لسنة 85 أو 86 تقريبا، 5 سنين، في خلال ال5 سنين دراسة ابتدوا يقللوا الانحرافات والديفكتس بتاعت المنتج اللي كانوا بيعملوه في شركة موتوريلا تقريبا لصفر، تقريبا لصفر، يبقى الانحرافات والعيوب قلت في خلال ال5 سنين في شركة موتوريلا. يعني لما يجي سؤال يقول لك ايه في الامتحان مثلا، مين صاحب تطبيق منهجية السكس سيجما شركة كذا كذا كذا، شركة موتوريلا سنة كام؟ سنة 80. طب في ال5 سنين دول الاتنين مهندسين دول قعدوا يدرسوا في كتاب فيليب كروزبي الكواليتي از فري اللي نشره سنة 79 ويطبقوا المنهجية عندهم من خلال المعامل ومن خلال الموظفين ومن خلال الإدارة في شركة موتوريلا وهي ساعدتهم، وابتدوا يوصلوا بالانحرافات والعيوب في المنتج لصفر تقريبا، لصفر تقريبا، وكانت هي دي المبادرة، وكانت هي دي المبادرة، أول شركة كانت موتوريلا. جت بعديها شركة تاني اسمها هانيويل طبقت، وجت بعديها شركة تاني اسمها جنرال إلكتريك طبقت السكس سيجما،
الثلاث شركات دول موتريل وهانيويل وجنرال الكتريك هم الثلاث شركات العالميه اللي ابتدوا في تطبيق منهجي السكس سيجما، حققوا مليارات الدولارات من المكاسب ووفروا توفير مالي وحققوا مزيدا من النتائج الإيجابية. ده كده باختصار شديد تعريف السكس سيجما، الهيستوري بتاعت السكس سيجما، على يد مين ظهرت ومين اللي عمل لها كتاب ومين اللي ابتدى يطبقها في أنهي شركة. تمام؟ طيب السؤال هنا بقى، القرص بتاعنا اللي احنا هندرسه اللي هو منهجية اللين ارتبطت بالسكس سيجما، ارتبطت بالسكس سيجما. ليه ارتبطت بالسكس سيجما؟ السكس سيجما قللت الانحرافات والتباينات في المنتج ووصلتها لصفر تقريبا. اللين، معنى اللين يعني الخالي من الهدر او النفايات او القيمة الغير مضافة للمنتج او القيمة الغير مضافة للعميل. يبقى نكتب كده مع بعض، اللين، اللين، منهجية اللين، معنى اللين هي منهجية تعني الخالي من الهدر او النفايات، الخالي من النفايات او الهوان، او هي القيمة الغير مضافة للعميل او المنتج. تمام؟ فلما طبق السكس سيجما بالدقة بتاعتها والجودة العالية بتاعتها مع اللين بحقق الهدف المنشود. طيب جات الامريكان سوسايتي اوف كواليتي اللي هي الاي اس كيو، اللي هي الجمعيه الامريكيه للجوده، الاي اس كيو اللي هي الامريكان سوسايتي فور كواليتي، الاي اس كيو، والانترناشونال كواليتي فيدريشن اللي هو الاتحاد الدولي للجوده اللي انا اتاهلت منه اللي هو الانترناشونال كواليتي فيدريشن. المكانين دول قالوا عن اللين كالاتي، قال هي فلسفة، اللي عايز يكتب، هي فلسفة فلسفة تحسين مقادة بالمعطيات. يعني هي اللين دي فلسفة ايه؟ تحسين، فلسفة تحسين مقادة بالمعطيات، تستند للحقائق، بتستند للحقائق، تفضل منع العيوب على كشف العيوب. مهمة أوي الكلمة دي. يبقى اللين، مفهوم اللين حسب الأمريكان سوسايتي أوف كواليتي اللي هي الـ ASQ الجمعية الأمريكية للجودة والإنترناشونال كواليتي فيدريشن اللي هو الاتحاد الدولي للجودة، عرفوا أو سموا اللين بأنها فلسفة تحسين مقادة بالمعطيات، تستند للحقائق، تفضل منع العيوب على كشف العيوب. تمام؟ للناس اللي بتكتب. على أنها تقود إلى رضاء العميل وإلى النتائج النهائية، زي ما قلت لكم، عن طريق إيه؟ تقليل الاختلاف أو التباين أو الانحرافات، ده جزء السكس سيجما، والهدر اللي هو جزء اللين. يبقى عشان كده عملوا ميكس ما بين اللين والسكس سيجما، سموها منهجية اللين سيكس سيجما. مين اللي سماها اللين سيكس سيجما؟ الامريكان سوسايتي فور كواليتي، الاي اس كيو اللي هي الجمعية الامريكية للجودة،
والانترناشونال كواليتي فيدريشن اللي هو الاتحاد الدولي للجوده اللي انا خدت منه الحزام الاسود. الانترناشونال كواليتي فيدريشن. تمام؟ الناس بتكتب؟ الناس كلها معايا ولا الصوت واضح؟ يعني يعني انا مش هقدر طبعا افتح الميكروفونات، انتوا تعدوا ال 100 ودخلتوا تقريبا على ال 200 يعني. ف انتوا كده فاهمين او الصوت واضح والدنيا حلوه يعني ولا ايه؟ طب الحمد لله الحمد لله. تمام. طيب تمام. التعريف الثاني، حاضر. هنقول ان اللين 6 سيجما. الميكس ظهر ازاي او الكوليكشن دوت ظهر ازاي؟ عن طريق الامريكان سوسايتي فور كواليتي اللي هي الجمعيه الامريكيه للجوده. خدت السكس سيجما وضافت ليها اللين. والانترناشونال كواليتي فيدريشن اللي هو الاتحاد الدولي للجوده، الاثنين امريكيين عشان تبقوا عارفين. يعني الانترناشونال كواليتي فيدريشن في امريكا والاي اس كيو في امريكا. عملوا مصطلح جديد اسمه اللين 6 سيجما. خدوا ال 6 سيجما وضافوا عليها اللين. طيب نشوف المفهوم اللي الناس عايزه تعيده تاني. بنقول اللين 6 سيجما هي فلسفه تحسين مقاده بالمعطيات تستند الى الحقائق. بتستند على ايه؟ حقائق تفضل منع العيوب على كشف العيوب. يعني هي بتمنع عيب، مش بتكشفه وبس، لا بتمنعه. بتمنع منع العيوب على كشف العيوب، على انها تقود الى رضاء العميل والى النتائج النهائيه عن طريق تقليل الاختلاف والهدر وزمن دوره العمل. يعني بتقلل الاختلافات والتباينات والهدر بقى والهوالك والنفايات، كل ده اللي هو اللين. هي معنى اللين يعني الرشيد، يعني خالي من الهدر او النفايات او الهوالك، على ان تخلق ميزه تنافسيه لانها تطبق في اماكن يتواجد فيها الاختلاف. يعني اي مكان في الدنيا، مش لازم مكان صناعي وبس، ده مكان صناعي، مكان خدمي، بنك، مستشفى، ايا كان، مكان تعليمي، اي مكان فيه هدر وانحرافات بتطبق عليها اللين 6 سيجما. عشان كده كل ناس كتير قوي من اللي كانت بتاخد معايا الكورس مش مهندسين، يعني الكورس لكافه الوظائف، تجاريين ومحامين واطباء، كل المنهجيه بتاعت السكس سيجما. كان ناس كتير قوي معايا مش كلهم مهندسين. انا كان معايا في كورس لما اتاهلت جرين كان معايا ناس اطباء وصيادله وزراعيين وتجاريين ومحامين. ليه؟ لان الناس دي شغاله في اماكن، اي مكان فيه انحراف او تباين للمعلومات وهدر بتطبق فيها المنهجيه بتاعت اللين 6 سيجما وبتنجح. بتنجح. تمام كده؟ طيب. هنبتدي الناس اللي واحد كاتب يا ريت لو حد سريع في الكتابه يا رجاله، السريع في الكتابه يشير على الجروب الحاجات اللي انا قلتها. يعني الحاجات اللي انا قلتها طبعا انا هديكم الباور بوينت
وهديكوا الماتيريالز دي. بس طبعا الماتيريالز زي ما انتم شايفين كده يعني تخطيط، يعني حاجات كده ايه جراف وحاجات مخططه وحاجات كده، يعني مش هديكوا فيها، في حاجات هتلاقوا فيها معلومات كافيه هنقولها وفي حاجات لازم تكتبوها. فعشان كده بقول لكم كل الناس اللي خدت معايا كورسات قبل كده بقول يعني يا ريت تحددوا نوت بوك وتخلوه للكورس لغايه نهايه الكورس، على اساس اي معلومه انا بقولها مش موجوده في الباوربوينت تتكتب ماشي، وتبقوا ايه فاهمين. خلاص هنبتدي نشوف مع بعض. جروب الواتس غير مسموح بالمشاركه فيه، ابعت للمهندس احمد حسام ماشي، وهو ان شاء الله يشيرها يعني، او ابعتها لي انا وانا اشيرها عادي. المحاضره ان شاء الله تبقى متسجله. طب نرجع بقى للمحاضره بتاعتنا، المحاضره تبقى متسجله وهتنزل على الفيسبوك وهنعملها يوتيوب، يعني كل حاجه انتوا عايزينها تتعمل ما تقلقوش. طيب نرجع بقى لمرجوعنا. اللين ميثودولوجي نبتدي بقى ايه، كل اللي احنا خدناه دوت كان ايه زي ما تقول بنعرف فيها مراحل الجوده وبنقول ايه دوت، يعني لغايه دلوقتي احنا ما ابتديناش في المنهجيه او الكورس بتاعنا. هنبتدي ناخد الديفينيشن لللين ميثودولوجي، هنقول هي المنهجيه الخاليه من الهدف، زي ما قلت لك هي المنهجيه الخاليه من الهدف، وتركز على سرعه انجاز. كل الناس تبص على الباوربوينت، ما تكتبش الحاجات ديت مش هتتكتب، لان انا كاتبها لكم ايه، كاتبها لكم على الباوربوينت. الحاجة اللي أنا أقول لكم اكتبوها تكتبوها، الحاجة اللي أنا أقول لكم ما تكتبوهاش موجودة في الباوربوينت، موجودة في الباوربوينت. يبقى اللين ميثودولوجي هي المنهجية الخالية من الهدف، وتركز على سرعة إنجاز العمليات وتقليل كمية الوقت المستهلك بين الخطوات المختلفة من خلال التخلص من كل الخطوات والعمليات والأنشطة التي لا قيمة لها ولا تضيف شيئا، وبالتالي تقلل من وقت إنجاز المشروع دون التأثير على الجودة. تمام؟ طيب، وغالبا ما تسمى الرشيق، يعني احنا يعني تقريبا بنسمي المنهجية الخالية من الهدر اللي هي اللين بإيه؟ بالرشيق. رشيقة يعني خالية من الهوادر والنفايات فبيسموها دايما الايه المنهجيه الرشيقه، بيسموها دايما ايه المنهجيه الرشيقه. تمام. طيب هنقول الرشيق وسيله لتقليل من النفايات. النفايات بيسموها في اللغة اليابانية مودا، ركزوا بقى معايا في الكلام اللي أنا هقوله ده، مودا دي يعني نفايات بالياباني. طب وإيش معنى الياباني يا هندسة؟ لأن المؤسسة أو الدولة اللي ابتدت تعشق حاجة اسمها اللين هي كانت اليابان، وهنعرف ليه بعد شوية. هنعرف ليه اشمعنى اليابان. هنعرف ليه اشمعنى اليابان. طيب، يبقى هنقول إن الرشيق وسيلة لتقليل من النفايات أو الهوادر، ودي بيسموها مودة من اللغة اليابانية، التي يمكنها أن تسبب مشاكل داخل نظام المؤسسة دون التضحية بالمنتج النهائي. طيب. أنا عندي النفايات ثلاث أنواع، دي بقى معلومة لازم تكتبوها معايا دلوقتي.
اكتبوا كده: نماذج النفايات او الهوادم. نماذج النفايات او الهوادم، الويست. الويست، نماذج الويست اللي هي النفايات او الهوادم. مودة، اكتبوها حتى بالعربي. مودة هو عمل ذو قيمة غير مضافة. العمل ذو قيمة غير مضافة، أو عدم استغلال الموارد المتاحة بشكل جيد. يبقى معنى مودة باللغة اليابانية عمل ذو قيمة غير مضافة، أو عدم استغلال الموارد المتاحة بشكل جيد. يبقى ده النموذج الأول عندي في النفايات، مو دا، الكلمة اللي هي مكتوبة فوق اهي، مو دا، عمل ذو قيمة غير مضافة أو عدم استغلال الموارد المتاحة بشكل جيد. طيب، الرشيق يأخذ أيضا في عين الاعتبار النفايات الناتجة عن حمل زائد. ده النوع الثاني من النفايات اللي هو اسمه موري، باللغة اليابانية موري. موري هو اختلال التوازن في توزيع العمل أو تفاوت في أحمال العمل. خلاص، يبقى حمل زائد اللي هو الموري، التحميل الزائد للعمل، التحميل الزائد للعمل. هقولهم تاني عشان في ناس بتتلخفن ما بينهم. طيب، المورا النفايات الناتجة عن تفاوت في أحمال العمل أو اختلال التوازن في توزيع العمل، هي مكتوبين هم في الباوربوينت. يبقى أنا عندي، أقولهم تاني، النفايات تلات أنواع: المودة، اللي عايز يكتب المودة، عمل ذو قيمة غير مضافة أو عدم دي مش موجودة في الباوربوينت اهي، بقولها من دماغي، عمل ذو قيمة غير مضافة أو عدم استغلال الموارد المتاحة بشكل جيد. بشكل جيد. طيب، الموري التحميل الزائد للعمل. الموري اللي هو التحميل الزائد للعمل، كاتبها انا اهو. طيب، المورا اختلال التوازن في توزيع العمل او تفاوت في احمال العمل. يبقى هم دول الثلاث انواع من النفايات: مودة وموري ومورا. مرة كنت بدي كورس، وبعدين واحد ظريف يعني وبتاع، فبيقول لي: يا هندسة، هي دي شخصيات كرتونية؟ قلت له: لا، دي معنى، دي نماذج النفايات باللغة اليابانية. هي اليابان هي اللي مقسمة النفايات لثلاث أنواع. المحاضرة ساعتين إن شاء الله. تمام. طيب، هنخش في حاجة جديدة اللي هي اللين مانيفاكتشرينج. اللين مانيفاكتشرينج، اللين مانيفاكتشرينج هو برنامج منظم لتحسين ممارسات الإنتاج والتصنيع، وتركز على زيادة القيمة للعميل وتحسين عمليات التصنيع من خلال تقليل التكلفة ووقت الإنتاج عن طريق تقليل الهدر والفواقد أو حتى القضاء عليه، أو حتى القضاء عليه، بيقلل هدر وفواقد أو حتى بيشيلها من جذورها. طيب،
مبادئ نابعة من فلسفة الإدارة في الصناعات التحويلية اليابانية. عرفتوا بقى ليه؟ هو اللي هي ما بين قوسين اللي هي تي بي اس اللي هو تويوتا برودكشن سيستم، وبالأخص في نظام إنتاج شركة تويوتا. جت شركة تويوتا اليابانية، هنعرف ليه دلوقتي اشمعنى تويوتا واشمعنى اليابان لما هنيجي ناخد الهيستوري بتاعت اللين. اشمعنى اليابان بالذات هي اللي احتضنت منهجية اللين وعملت نظام تويوتا الانتاجي اللي هو تويوتا برودكشن سيستم، هنعرف بعد شوية. اللين مانيفاكتشرنج البرودكتيفيتي بتزيد، الكواليتي بتزيد، الكوست بيقل، البروفيتابيلتي بتزيد. خدت بالكو؟ يبقى التويوتا برودكشن سيستم عملت معادلة بسيطة، المعادلة دي سميتها معادلة اللين مانيفاكتشرنج. طب المعادلة دي مكوناتها ايه؟ مكوناتها اربع حاجات: البرودكتيفيتي الانتاجية، النقطة الثانية الكواليتي الجودة، البرودكتيفيتي لازم تزيد، الانتاجية لازم تزيد، الكواليتي لازم تزيد، الكوست لازم يقل، لازم يقل، البروفيتابيلتي الربحية، البروفيتابيلتي اللي هي الربحية هتزيد. عشان كده تويوتا اليابانية لما طبقت البرودكشن سيستم بتاعها نجحت جامد جدا على مستوى العالم، لانها طبقت المعادله اللي حضراتكم شايفينها دي: انتاجيه عاليه، كواليتي عاليه، كوست قليل، ربحيه زياده، ربحيه زياده. هنقول بعد الانتشار السريع لمفاهيم الإدارة اليابانية في دول العالم والمتمثلة في تويوتا، عملت ايه تويوتا؟ التحسين المستمر، المشاركة الجماعية للعاملين، صناعة الجودة عند المصدر، خفض الفاقد مع كافة صوره وأشكاله. ودول بيسموها المفاهيم اللي وظفتها شركة تويوتا اليابانية: تحسين مستمر، عملت مشاركة جماعية لجميع العاملين والموظفين عندها في الشركة، عملت صناعة للجودة. تخيلوا الجودة بتاعت المنتج بتاعها، عملت منه صناعة عند المصدر، يعني هي اللي صدراه، هي اللي عملت زي توحيد قياسي ليها ومشيت عليه، بقى عندها ستاندر خاص بيها سموها تويوتا برودكشن سيستم، نظام تويوتا الانتاجي، بقى نظام جودة بيطبق. تخيلوا، وخفض الفاقد، قللوا دايما الفواقد والهوادر بكافة صوره، وقت، فلوس، رو ماتيريال، خامات، ايا كانت الفواقد باشكالها وصورها قللوها. وهي دي الاربع نقط، دول هي المفاهيم اللي وظفتها شركة تويوتا اليابانية.
وبذلك ظهر تعابير التصنيع الرشيق اللي هو اللين مانيفاكتشرنج. ابتدى يظهر في اليابان تعبير التصنيع الرشيق وهو الخالي من الفواقد الغير مفيدة. يبقى التصنيع الرشيق هو الخالي، التصنيع الخالي من الفواقد الغير مفيدة أو القيمة الغير مضافة، النون فاليو ادد، القيمة الغير مضافة. هناخد الحاجات دي بعدين. طيب التصنيع الرشيق اللين مانيفاكتشرنج بيتضمن تحقيق كل أهدافه من خلال إعادة دراسة كامل مسار العملية التصنيعية بدءا من الفكر المبدئي. يعني أول ما يبتدي تصميم المنتج في الشركة بيفكروا الأول، لازم قبل ما وهم بيفكروا الفكر المبدئي لتصميم العربية الفلانية، هنخليها بالشكل ده، هنخلي الأوبشن بتاعتها كده، هنضيف ليها حاجة جديدة ما كانتش في الموديل اللي قبله، فلازم بيتعمل دراسة شاملة على نوعية الإضافة الجديدة اللي هتتحط في المنتج. يبقى أول حاجة، أول هدف لتحقيق التصنيع الرشيق هو إعادة دراسة كامل مسار العملية التصنيعية من أول إيه؟ الفكر، من أول لما أفكر اللي أنا هعمل منتج، مش لما أصممه وأرسمه، لا ده من قبل التصميم والرسم، من أول التفكير فيه، من أول التفكير فيه بدءا من الفكر المبدئي، ثم التخطيط، ثم التصميم. يبقى أنا بفكر فكر مبدئي وأدرسه، بعد كده بخطط هعمل إيه، بعد كده بقى أصمم، بعد كده ابتدي أورد، أعمل توريد للروماتيريال عندي عشان ابتدي أصنع، ثم التصنيع، ثم التوريد للعملاء. شفتوا الخطوات؟ بداية من الفكر المبدئي، بعد كده التخطيط، بعد ما بخطط واتأكد ان التخطيط بتاعي مظبوط وسليم اصمم وارسم، بعد ما بصمم وارسم ابتدي اورد خاماتي وابتدي اوردها واشتريها، ثم اصنع، ثم بعد ما بصنع اورد للعملاء. مع استهداف التخلص الكامل من كل جزئية لا تحقق أي قيمة مضافة للعميل. يبقى أنا بتخلص من أي جزئية عندي في خلال هذه المراحل بدءا من الفكر المبدئي، لو في أي حاجة غير، لو في أي قيمة غير مضافة في الفكر المبدئي أشيلها، لو في أي قيمة غير مضافة في التخطيط بشيلها، لو في أي قيمة غير مضافة في التصميم بشيله، لو في أي قيمة غير مضافة للتوريد بشيلها، في التصنيع كذلك. يبقى أنا لازم التخلص الكامل من كل جزئية لا تحقق أي قيمة مضافة للعميل، بشيل أي قيمة غير مضافة للعميل، باعتبار أن العميل ده إيه؟ هو المحور الأساسي لتوجه أي نشاط تصنيعي أو خدمي والتوظيف المتوازن لكل موارد المنشأة لتحقيق هذا الهدف. يبقى التصنيع الرشيق بيتضمن تحقيق أهداف، الأهداف دي هي اللي مكتوبة قدام حضراتكم بدءا من الفكر المبدئي حتى التوريد للعملاء، وبنشيل في كل المراحل دي أي قيمة غير مضافة لمين؟ مش ليا وليك، للعميل. يعني العميل لو شايف هنا ان القيمة دي غير مضافة ومش هتحقق من منتجه او اللي طالبه في المواصفة السبيسيفيكيشن اللي هو جايبها عشان تتصنع،
مش هتحقق له المطلوب او المرجو منه، يقول لك شيلها وانت بتسمع كلامه وشيلها. خدت بالك؟ طيب يبقى التصنيع الرشيق تحول الى فكر عام شامل بيطبق في كل مجالات وأنشطة الأعمال والمجالات الطبية بل والمجالات التعليمية. يعني مش صناعة وبس، التصنيع الرشيق اتطبق في كل المجالات والأنشطة والمجالات الطبية والتعليمية لتحقيق أفضل أداء وأفضل مخرجات للعملاء. كل الناس معايا؟ الناس معايا؟ طبعا الكلام اللي انا بقوله كله يعني ايه نظري بس نظري بيطبق. يعني هي كانت السيك سيجما كان فيها برامج وكان فيها شيتات وكان فيها احصاء وكان فيها شرطات وكان فيها اساليب بتطبق، بس اللين يعتبر فعلا 90% منه نظري بس بيطبق وليه انجازاته زي السكس سيجما بالظبط كده. كل الناس معايا؟ طيب تمام. طيب التخلص الكلي ان امكن من كل نشاط او جزئيه، طبعا الحاجات دي ما بتتكتبش عشان موجوده في الباوربوينت، اللي انا بقوله من دماغي هقول لكم اكتبوه، اللي موجود في الباوربوينت مش ايه ما يتكتبش طبعا عشان ده يبقى هدر وقت وهدر كتابة وهدر حبر يبقى ليه يبقى الحاجات دي ما تتكتبش عشان موجودة في الباربول. التخلص الكلي ان امكن من كل نشاط او جزئية لا تمثل قيمة مضافة للعميل لينشأ فهم ثقافة القيمة المضافة. هي دي القيمة المضافة، الفاليو ادد. اهم حاجه عندي في اللين الفاليو ادد، القيمه المضافه فور كاستمر للعميل او فور برودكت للمنتج. يبقى انا الحاجه الاساسيه اللي عندي اللي انا هشتغل عليها كل قرص اللين الفاليو ادد، القيمه المضافه. هل هي قيمه مضافه ولا نون فاليو ادد، قيمه غير مضافه؟ هل هي هتعمل ساتسفايد فور كاستمر ولا هتعمل ولا مش هترضي العميل؟ هل هي هتحقق للمنتج قيمه ولا مش هتحقق للمنتج قيمه؟ وده اللي انا هشتغل عليه. خلاص كده؟ يبقى التخلص الكلي ان امكن من كل نشاط او جزئيه لا تمثل قيمه مضافه للعميل لينشا فهم ثقافه القيمه المضافه الفاليو ادد فور كاستمر او فور برودكت. طيب تعددت البحوث والدراسات لتحقيق مفهوم التصنيع الرشيق باعتباره بيحقق مكاسب لكل أصحاب المصلحة في النشاط، في أي نشاط أيا كان النشاط بقى، نشاط خدمي، نشاط طبي، نشاط تعليمي، نشاط صناعي، نشاط حكومي، نشاط أكاديمي، أيا كان نوع النشاط، مفهوم التصنيع الرشيق حقق مكاسب كبيرة على جميع أصحاب المصلحة في كل نشاط. تخيلوا يعني أي حد طبق اللين في مستشفى، في بنك، في مدرسة، في جامعة، في مصنع، في شركة، في مؤسسة، أيا كانت الايه سيرفيس أو صناعي، يعني أيا كان صناعي أو خدمي
او تعليمي اكاديمي ايا كان النشاط، بيحقق مكاسب كبيره لكل من هو في المكان او لكل من هو اصحاب المصلحه بتاعته في النشاط ده. تحسين مناخ العمل النفسي وتطوير برامج التدريب المناسبة، زي برنامج التدريب بتاع اللين اللي انا بقى بدربه لكم ده، يعني لما اجي ادرس لكم اللين هتيجوا تطبقوها عندكم في اماكن عملكم، وطبعا ده هيبقى الفاينل بروجكت بتاعنا ان شاء الله في نهاية الكورس. هطلب من كل واحد مشروع نهائي على الادوات بقى والحاجات اللي انا هشرحها لكم طول الكورس، وكل واحد هيطبقها في مجال عمله، سواء بقى كان في مصنع، في موقع، في مدرسة، في أيا كان. وهقول لكم يتعمل إزاي، وهقول لكم يتظبط إزاي، وهديكم الأدوات وهديكم كل حاجة إن شاء الله. يبقى تحسين مناخ العمل النفسي وتطوير برامج التدريب المناسبة والاهتمام بمفهوم مجموعات العمل وفرق المشروعات وغيرها من آليات العمل الجماعي، وظهر مفهوم العمالة ذو المعارف. العمالة ذو المعارف اللي هي عندها إيه؟ فكر وتدريب، تمام؟ وهي العمالة متعددة المهارات. العمالة متعددة المهارات، عندها سكيلز وعندها مهارات وفيرة، بتقدر تخش في العمل وتطور برامج التدريب من خلال طيب نركز بقى مع بعض في اللين Manufacturing Development. كل الناس معايا؟ قبل ما اخش على اللين Manufacturing Development، التطور التصنيع الرشيد، كله معايا؟ انتوا معايا ولا نمتوا ولا ايه؟ انا خلي بالكم الكورس جميل، يعني الكورس دوت حلو، يعني هتستفادوا منه ان شاء الله. فياريت الناس تركز وتخلي الساعتين اللي انا بشرحهم يكون جوه القرص ومركزين، لان بعد كل اللي انا بقوله ده كان غلط دلوقتي مقدمه وهيستوري، يعني لسه ما دخلتش على الحاجات القويه في القرص. فعايزكم تبقوا مركزين معايا ان شاء الله، عشان في نهايه القرص كل واحد منكم مطلوب منه الفاينل بروجكت، والفاينل بروجكت هيبقى ليه تقدير زي السكس سيجما كده، في امتياز وفي جيد جدا وفي جيد وفي مقبول وفي ناس ما تاخدش اي حاجه خالص، تمام؟ فيا ريت تركزوا معايا عشان نهايه القرص لما اطلب منكم الفاينل بروجكت تعرفوا تعملوه، لان هيبقى توزيع الدرجات كالاتي: 50% حضور و30% فاينل بروجكت، ماشي، و20% الهوم ورك الاسبوعي. هطلب منكم حاجات تعملوها كل اسبوع تقدموها لي الاسبوع اللي جاي. ادي ال 100 درجه، 50 درجه على الحضور، و30 درجه على الفاينل بروجكت، و20 درجه على الهوم ورك الاسبوعي، تمام؟ دول ال 100 درجه بتوع الكورس ان شاء الله، عشان انتوا في نهايه الكورس هتاخدوا شهاده. هنبص على اللين مانيفاكتشرنج ديفلوبمنت، تطور التصنيع الرشيق. انا عندي التصنيع الرشيق في مرحلتين اساسيتين. المرحله الاولى ما قبل القرن العشرين، نركز بقى مع بعض، ما قبل القرن العشرين، يعني اللين ده ما ظهرش كده، ده كان في مرحلتين قبل القرن العشرين وفي القرن العشرين. طيب قبل القرن العشرين، محدش يكتب حاجه بقى، كل الناس تركز معايا، كل ده مكتوب في الباوربوينت، انا هحكي حكيوه كده، كل الناس تركز معايا، زي الحكيوه اللي احنا حكيناها في تطور الكواليتي، ماشي، هنشوف الحكاية بتاعت اللين ظهر ازاي واتطور فين وظهر ازاي ومين اللي طوره والاسماء اللي عملته وكان سنة كام. طيب
قسمنا عندي تطور مراحل اللين لمرحلتين قبل القرن العشرين، جم اتنين قبل القرن العشرين، جم شخصين، بس الشخصين دول مهمين جدا 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 في الهيستوري بتاعت اللين، وهم اساس تطور التصنيع الرشيق. اول واحد كان اسمه بنجامين فرانكلين، اول واحد ظهر قبل القرن العشرين كان اسمه بنجامين فرانكلين. طيب بنجامين فرانكلين ده عمل حاجة، قال لك انا هقلل من النفايات لتجنب التكاليف، تمام، واشتغل على مبدأ اسمه الجاست ان تايم، الجاست ان تايم مانيفاكتشرنج، اللي هو التصنيع في الوقت المناسب. يعني اول من فكر في تقليل الحد من النفايات وتجنب التكاليف الغير ضروريه كان اسمه ايه؟ بنجامين فرانكلين. بنجامين فرانكلين اهو اللي هو واضح شكله في الباوربوينت ده، هو ده ايه؟ بنجامين فرانكلين. معظم الاهداف الاساسيه للتصنيع الرشيق والحد من النفايات مستمده من مين؟ بنجامين فرانكلين، من خلال امثله موثقه. وان تجنب التكاليف الغير ضروريه يمكن ان يكون اكثر ربح من زياده المبيعات. دي الراجل ده قال لك انا لو قللت النفايات وقلل التكاليف اهم عندي من زياده المبيعات. تخيلوا تخيلوا فكره الراجل ده وصل لغايه فين قبل القرن العشرين، يعني سنه 1700 وحاجه، ما 1790 جه قال لك انا لو قللت الهوادر والتكاليف اهم اقصر ربح عندي من زياده المبيعات. وجه هنا ريفورد قال ان فرانكلين ده اثر تاثير كبير في ممارساته التجاريه الخاصه التي شملت التصنيع في الوقت المناسب اللي هو الجاست ان تايم مانيفاكتشرنج. يبقى اول من فكر في اللين والحد من النفايات وتقليل التكاليف الغير ضروريه اللي كانت اهم عنده من زياده اقصر ربح من زياده المبيعات كان اسمه ايه؟ فرانكلين، بنجامين فرانكلين. طيب جه واحد تاني اسمه لي ويتني، ده كل ده قبل القرن العشرين. لي ويتني ده بعد الراجل ده مثلا بتسع سنين، كان الراجل ده مثلا فكر في الموضوع بتاع الحد من النفايات سنة 1790، جيت تاني سنة 1799 بعديه بتسع سنين ضربت في دماغه فكرة برضه، كان اسمه لي ويتني. لي ويتني ده عمل ايه؟ اول من صنع ماكينة حلق القطن، عشان ده سؤال بيجي، اول من صنع ماكينة حلق القطن اسمه لي ويتني. طب لي ويتني عمل ايه؟ عمل ماكينة أول حلق قطن سنة 1799، وبعد كده بعد ما عمل ماكينة حلق القطن فكر في صناعة الأسلحة، وعمل في صناعة الأسلحة استبدل الأجزاء التلفة بأجزاء أخرى، يعني بدل ما يرمي البندقية أو المدفع أو السلاح اللي باظ يفك اللي باظ الجزء اللي باظ ويركب جزء جديد ويستعوض جزء جديد. وكان ده في اول الفكر، كان زمان الاسلحه اللي بيبوظ منها بيترمي. جه الراجل ده قال لك لا دي احنا كده هنخسر كتير، انا اشيل الجزء البايظ مثلا، ماسوره باظت بتاعت
مسدس او مدفع اشيلها واعمل استعوضها بجزء جديد اللي هو سبير بارت، قطعه غيار. فاول ما نفكر في السبير بارت هو لي ويتني سنه 1799 اهو، هو الراجل اللي على الباور بوينت ده لي ويتني سنة 1799 أول من صنع ماكينة حلق القطن وتمكن من صنع الأسلحة، حيث تمكن من استبدال قطعة الغيار اللي هي السبير بارت بأجزاء إيه؟ متماسكة. حلو الكلام؟ يبقى ده اللين مانيفاكتشرنج ديفلوبمنت قبل القرن العشرين. يبقى ده التطور التصنيع الرشيق قبل القرن العشرين عن طريق بنجامين فرانكلين ولي ويتني. طيب أثناء القرن العشرين بقى، في القرن العشرين، في القرن العشرين، في القرن العشرين عندي ست أشخاص مهمين عندي في موضوع اللين. أول واحد فيهم كان اسمه فريدريك وينسلو. وينسلو تولر. فريدريك ده وينسلو تولر عمل ايه؟ ده كانوا بيسموه رائد الإدارة العلمية. عمل حاجة اسمها التوحيد القياسي اللي هو الستاندرايزيشن. طيب الراجل دوت عمل التوحيد القياسي ونشر سنة 1911 حاجة سماها مبادئ الإدارة العلمية. إيه هي مبادئ الإدارة العلمية؟ منهج التوحيد القياسي اللي هو الستاندرايزيشن. يبقى أول من عمل التوحيد القياسي على مستوى العالم كان فريدريك وينسلي تولر. طيب اللي هو الراجل ده اللي باين على الباور بوينت، هو ده فريدريك وينسلي تولر رائد الإدارة العلمية اللي عمل التوحيد القياسي اللي هو الاستاندرايزيشن، ونشر أفضل الممارسات في كتابه مبادئ الإدارة العلمية عام 1911. طيب تولر بقى عمل ايه؟ تولر دوت يعني فكر في فكر مهم جدا جدا. قال لك ان اي إدارة بتعمل مقترح جديد ما كانش موجود عندها قبل كده، المقترح ده لازم يتحلل وياخد عليه سلسلة من التجارب لتحديد جدارته النسبية ويتعمل له بنش ماركينج للمعيار القديم. البنش ماركينج يعني المرجعية، يتعمل له بنش ماركينج للمعيار القديم. فلما أنا اقترح مقترح جديد وادرسه واحلله واشوف جدارته النسبية واعمل له بنش ماركينج للمعيار القديم، لو كان أفضل من المعيار الجديد وأثبت تفوقه بشكل ملحوظ عن القديم، يجب اعتماده كمعيار للمؤسسة بأكملها. شفتوا بقى الراجل ده عمل ايه؟ ده كان الكلام ده 1911. جاف تيلور، هو الناس دايما يعني بتسميه تيلور، بس هو اسمه ككله فريدريك وينسلو تيلور، بس هو مشهور دايما في الكتب بتيلور. تيلور عمل حاجتين، عمل التوحيد القياسي اللي هو الستاندرايزيشن، وعمل الكلام دوت وكتب بكتاب اسمه مبادئ الإدارة العلمية في 1911. وجه قال لك انا كمؤسسة او مكان خدمي او ايا كان النشاط، انا هقترح اقتراح جديد مش متطبق في المكان عندي، فيجب أن يدرس ويحلل ويطبق ويجرب، وإن أثبت
تفوقه بشكل ملحوظ عن المعيار القديم عن طريق البنش ماركينج يعتمد اساسيا كمعيار للمؤسسه باكمل. خدوا النمط ده وابتدوا يطبقوا، يعني كل مراحل الجوده الشامله واداره الجوده الشامله والكلام ده كان اساسها تيلو، كان اساسها تيلو. يبقى ده اول شخصيه عندي في القرن العشرين. طيب جه بعد منه واحد عارفينه كلنا اسمه هنري فورد اللي موجود قدامكم ده، سند على العربيه التي دي كانت اول عربيه تتصنع على مستوى العالم. ايه شايفين العربيه دي؟ ده كان عربيه اسمها موديل تي اللي هي في الباور بوينت دي. العربيه دي اول عربيه اتصنعت في مصنع فورد، وكان موديلها اسمه تي، هي عشان على شكل تي، العربيه دي على شكل تي. وفورد عمل منها ملايين العربيات سنه 1908. يبقى تاني واحد بعد تيلور جه رجل الصناعه الامريكي هنري فورد، عمل مصنع كبير سنه 1908 وانتج عربيه اسمها تي، موديل تي، وانتج منها ملايين السيارات. جه سنه 1913 هنري فورد استطاع تطوير الانتاج، عمل فكر وتطوير بالانتاج، وكان هذا الفكر ما يقال عنه في الوقت اللي احنا فيه بالماس برودكشن او الانتاج بالجمل، عمل موضوع الماس برودكشن وانتج ملايين السيارات اللي هو الانتاج بالجمل زي ما انتم شايفينه في الصوره باور بوينت. انا بحكي لكم الحكايه على طريق حدوته من يعني ايه عشان تقدروا تفهموا اللين ظهرت ازاي. جه سنه 13 ابتدى يعمل ايه الماس برودكشن وانتج ملايين السيارات عن طريق خط متحرك زي ما موجود في الصوره. تمام؟ ده مين؟ هنري فورد. طيب بعد كده بعد ما هنري فورد ابتدى يعمل ملايين العربيات، وده كان نظام الانتاج بالجمله اللي احنا بنسميه دلوقتي الماس برودكشن، جه واحد امريكاني برضو اسمه ادوارد ديمينج. ادوارد ديمينج ده بقى اللي قلب الدنيا كلها وقلب النظام بالجوده وقلب التحسين وقلب يعني قلب الدنيا كلها بقى، يعني ده غير الفكر خالص. ديمينج ده غير فكر التحسين والتطوير والانتاج والجوده. ديمينج جه ديمينج عام 1930، العالم ادوارد ديمينج ابتكر حاجه اسمها دايره التحسين المستمر اللي هي بيديكا سايكل. كلكم عارفين بيديكا سايكل. بيديكا سايكل دي اللي هي اساس التي كيو ام، التوتال كواليتي مانجمنت، هي اساسها بيديكا. يبقى اساس بيديكا اساس التوتال كواليتي مانجمنت اللي هي التي كيو ام بيديكا. طب اساس السكس سيجما الدماغ، يبقى منهجيه الدماغ اساس السكس سيجما للناس اللي عايزه تكتب. السكس سيجما اساسها منهجيه الدماغ اللي هي الديفاين والميجر والانلايز والامبروف والكنترول. طيب اساس اداره الجوده الشامله التوتال كواليتي مانجمنت اللي هي بيديكا سايكل اللي هي البلاد دو شيك اكت اللي احنا بنسميها الكونتينيوس امبروفمنت. الكونتينيوس امبروفمنت بعد الحرب العالمية الثانية أمريكا عايزة تراضي اليابان،
بعد ما ضربتها بالقنبلة الذرية في هيروشيما. فطرد اليابان ازاي عن اثار التدمير؟ بعتت لها العالم الكبير عندها ادوارد ديما، ادوارد ديمي، سنة 30 بعد ما ديمينج عمل ميديكا سايكل وابتدى يطبقها وابتدى ينجح. جت امريكا عايزه تراضي مين؟ عرفتوا بقى ليه احنا بنقول اللين؟ السؤال اللي كنت بقوله من شويه، اشمعنا اليابان؟ اشمعنا اللين ظهر في اليابان؟ اشمعنا تويوتا برودكشن سيستم؟ عشان الراجل ده، عشان ادوارد ديمينج. امريكا عايزه تراضي اليابان بعد اثار التدمير من قنبله هيروشيما وناجازاكي، فبعتت لليابان العالم الكبير ديمينج اللي ليه دور كبير في النهضه والتطور في اليابان. يبقى مين اساس النهضه والتطور في اليابان؟ كان على يد مين؟ ديمينج، ادوارد ديمينج، صاحب بيديكا سايكل، صاحب التحسين المستمر الكونتينيوس امبروفمنت، اللي ابتدع اداره الجوده الشامله. يبقى منهجيه اداره الجوده الشامله اللي هي بيديكا سايكل بلان دو شيك اكت. طب منهجيه اداره السكس سيجما اللي جت بعد اداره الجوده الشامله؟ الديماك اللي هي الديفاين والميجر والامبروف والكنترول. الديفاين والميجر والانالايز والامبروف والكنترول، عشان لما حد يبقى عارف منهجيه اداره الجوده الشامله بتعتمد على ايه؟ بيديكا سايكل. طب منهجيه السكس سيجما منهجيتها ايه؟ اللي هي الدماغ. خدت بالكم؟ طيب الراجل ده بقى راح قعد، هو الراجل دوت اللي في الصوره ده، راح قعد في اليابان سنين طويله. قعد في اليابان ايه؟ سنين طويله، تقريبا قعد من 1930 ل 1950. عمل نهضه صناعية كبرى في اليابان. قعد مع مين بقى؟ هنعرف. قعد وعلم مين في اليابان؟ هنعرف دلوقتي. تمام كده كل الناس معايا؟ ازيك يا باشمهندس اشرف، عامل ايه؟ كل الناس معايا؟ كله فاهم اللي انا بقوله؟ طب الحمد لله. ابتدى ديمينج يقعد مع اشخاص في اليابان. الاشخاص ديت هنقولها دلوقتي. هناخد التويوتا برودكشن سيستم اللي هو التي بي اس، ده نظام تويوتا الانتاجي. راح ديمينج قعد مع مين؟ ناس في الشركه دي. راح قعد مع ناس في الشركه دي، لان كانت شركه تويوتا في الفتره ما بين سنه 30 لغايه 50 من اكبر الشركات في اليابان. لما ديمينج راح اليابان، مين اللي قعد معاه؟ أصحاب الشركة دي جم قعدوا معاه عشان يتعلموا فكر التحسين المستمر، عشان يتعلموا فكر التحسين المستمر. فقعد مع مين؟ قعد مع واحد اسمه كيشيرو ساكاشي تيودا. قعد مع واحد اسمه ساكاشي تيودا اللي هو في الصورة ده. ساكاتشي تيودا ده مؤسس شركة تيوتا. حتى لو تشوفوا كده ايه في فرق ما بين تيوتا وتيودا،
يعني هم سموها تويوتا على اسم مين؟ ساكاتشي تيودا. انا عندي ساكاتشي تيودا الاب وكيشيرو تيودا الابن، هنعرف والاثنين قعدوا مع ديمك. طيب في حاجه برضو الناس مش عارفاها، ان كانت شركه تويوتا دي مش كانت عربيات، في اول لما ظهرت شركه تويوتا كانت مصنع نسيج آلي. ده بقى يعني 90% من الناس مش فاهمه النقطه دي. كل الناس حاطه في دماغها ان بدايه شركه تويوتا عملت عربيات، لا غلط غلط. تويوتا ما كانتش مصنع عربيات، كانت مصنع نسيج آلي. المصنع النسيج الآلي دوت عمله ساكاتشي تيودا الذي كان يديره، والذي كان أهم ما يميزه هو إيه؟ توقف آلة النسيج تلقائيا. جه ساكاتشي تيودا عمل حاجة مهمة في نظام تيوتا الإنتاجي، وتعلمها من مين؟ من ديمك. عمل نظام اسمه الجاست ان تايم، وخد الفكر ده من مين؟ من بنجامين فرانكلين اللي هو ما قبل القرن العشرين. طبعا ديمينج من امريكا، وفرانكلين بنجامين ديمينج نقل الفكر القديم للناس بتوع تويوتا. فجه ساكاتشي تيودا راح واخد كل الفكر القديم والفكر الحديث اللي اتعلمه من ديمينج وابتدى يطبقه عنده في شركه تويوتا. مبدأ مفهوم الإنتاج في الوقت المناسب. كل الشركات العالمية حتى وقتنا هذا، مش تويوتا بس، بتطبق الجاست ان تايم. وأكيد كل الناس اللي معايا في الكورس وبتحضر معايا دلوقتي، الشركات اللي شغالة فيها بتطبق موضوع الجاست ان تايم، الإنتاج في الوقت المناسب. طب الإنتاج في الوقت المناسب بيرتبط بمجموعة من الأدوات الإدارية المترابطة التي تهدف إلى إنتاج المنتجات المطلوبة في الوقت اللازم والكمية المطلوبة. أنا مش هقعد أعمل إنتاج وأرمي وما يتباعش، مش هقعد أصنع في مليون عربية وما تتباعش. فأنا لازم أعمل الإنتاج في الوقت اللازم بالكمية المطلوبة من خلال العميل. يبقى حاجة مهمة جدا في الصناعة والخدمات وأي نشاط، الإنتاج في الوقت المناسب اللي هو أول عمود أو ركيزة أساسية في نظام تويوتا الإنتاجي. أول عمود أو ركيزة أساسي في نظام تويوتا برودكشن سيستم تي بي اس، نظام تويوتا الإنتاجي، هو مبدأ أو مفهوم الجاست ان تايم. الجاست ان تايم يعني التصنيع في الوقت المناسب، في إنتاج المنتج في الوقت اللازم، يعني في الوقت المطلوب، في السكيدول المطلوب، بالكمية المطلوبة. ما اعملش فوق الكمية المطلوبة، ما عديش الوقت المسموح به. دي أول ركيزة أساسية عندي في الجاست ان تايم. طيب الركيزة الثانية، مبدأ جايدوكا. مبدأ جايدوكا، جايدوكا هو مفهوم إبطال الآلات الذكي، يسمح لنا بقياس مستوى الجودة الذي تعمل به كل منظمة. وده ساكاتشي تيودا هو ده مؤسس نظام تيوتا الانتاج. الشخص اللي شايفينه تحت ده في الصورة هو ده ساكاتشي تيودا الاب، اللي هو مؤسس شركة تيوتا اللي هي بعد كده هتبقى تيوتا للعربيات، اللي هي بعد كده هتبقى تويوتا العربية. يبقى أنا عندي مبدئين مهمين بيطبقوا في تويوتا برودكشن سيستم. أول مبدأ الجاست ان تايم، إنتاج منتجات مطلوبة في وقت اللازم وكمية
مطلوبه حسب مين؟ طلبات العميل. ما اقعدش انتج 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 وما بعش. فانا لازم عندي يكون الكاستمر ديماند، يكون في حاجه اسمها الكاستمر ديماند. الكاستمر ديماند اللي هو حسب طلب العميل. اربط الانتاج بالعميل. ما اقعدش اعمل من اللي انا بنتجه او اللي انا بعمله الاف او ملايين المنتجات واجي عشان ابيعها ما تتباعش. فانا اشوف العميل بتاعي محتاج مني ايه واعمله. يبقى هو ده مفهوم الانتاج في الوقت المناسب اللي هو الجاست ان تايم. المبدا الثاني اللي هو الشيدوكا اللي هو مفهوم ابطال الالات الذكي، ده خاص بمستوى الجوده. يعني ايه؟ هديكوا اختصار كده. مبدا الجيدوكه يعني انا لو عندي مكنه احط فيها مثلا حاجه تقنيه حديثه، تقنيه حديثه زي ايه؟ زي الليمت سويتش، زي الانذار، اي حاجه انذار، زي تفصل، تدي اي انذار للعامل اللي فيه مشكله. يبقى انا لازم اخلي المكان بتاعي فيه تقنيه حديثه او مفهوم ابطال الات ذكي بيوقف على طول المكنه عند حدوث اي مشكله او عيب. وده اللي عمله ساكاتشي تيودا في مصنع النسيج، اهو هو توقف آلة النسيج تلقائيا عن العمل عند حدوث مشكله او عيب بخيط النسيج. لو في عيب بخيط النسيج او مشكله حصلت في المكن او في المنتج بتاعه، مكنه النسيج بتقف لوحدها. يبقى ده كان اول واحد يعمل مفهوم الجايدوكا اللي هو مفهوم ابطال الالات الذكي، ودوت خاص بمستوى الجوده. وزي ما احنا هنشرح دلوقتي في الهاوس تويوتا برودكشن سيستم ايه اللي حصل، وهنشرح بالتفصيل الحاجات دي بتتعمل ازاي. ادي الهاوس تويوتا برودكشن سيستم. كل الناس بقى تركز معايا عشان دي ان شاء الله اخر حاجه النهارده في المحاضره بتاعه النهارده. انا عندي هو ده الشكل العام لتويوتا برودكشن سيستم. جه ساكاشي تيودا عمل الهاوس ده. الهاوس دوت اي هاوس بينقسم الى ارضيه واساس واعمده وسقف. ارضيه اللي هي الاستابيليتي، الاستقرار والدوام والثبات. يبقى الارضيه بتاعه الهاوس هي الاستابيليتي، الاستقرار والدوام والثبات. طيب الخطوه الثانيه الاساس، والاساس بتاعي الستاندرايزد ورك، عمل قياسي موحد، عمل قياسي موحد. الناس كلها يعني ارجوكم تركز معايا في الهاوس تويوتا برودكشن سيستم. يبقى اول حاجه الارضيه اللي هي الاستابيليتي، ومعنى الاستابيليتي الاستقرار والدوام والثبات. بعد كده الاساس، الاساس فوق الارضيه اللي هو الستاندرايزد وورك اللي هو عمل قياسي موحد. بعد كده العمودين الاساسيين او المفهومين اللي احنا لسه درسينهم من شويه اللي هو عملهم ساكاتشي تيودا الاب، عمل الجاست ان تايم والجايدوك. طيب الجاست ان تايم، الجاست ان تايم اول نقطه فيه الكونتينيوس فلو اللي هو التدفق المستمر. تاني نقطه التاكت تايم. الناس تكتب معايا التاكت تايم دي عشان مش هتلاقوها في كتب كتير. التاكت تايم
مهمة جدا، تعريف التاج. طيب معدل طلب العميل أو سرعة طلب العميل، تمام؟ تاج تايم، معدل طلب العميل أو سرعة طلب العميل بيساوي ايكوال المعادلة بتاعته الافيلابل تايم بير الكاستمر ديماند. كتبته الافيلابل، كتبت المعادلة بتاعت التاك تايم الافيلابل تايم بير كاستمر ديماند. تمام. اللي كتب يقول لي كتب تاني، ماشي. مهم قوي دي، التاكت تايم، التاكت تايم اللي هو معدل طلب العميل او سرعة طلب العميل بيساوي تاكت تايم بيساوي الافيلابل تايم بير كاستمر ديماند. تمام. طيب بعد التاك تايم البول سيستم، البول سيستم نكتب تعريفه مع بعض في النوت بوك. ربط الانتاج بطلبات العملاء، ربط الانتاج بطلبات العملاء وسمية بنظام السحب بدلا من نظام الدفع. يعني بقى ادفعش واعمل مليون عربية وما تتباعش، انا اعمل الانتاج واربطه بطلب العميل. هو ده البول سيستم، هو ده الجاست ان تايم، اربط المنتج بالعميل، وذلك لدعم جدولة الإنتاج. نكتب تاني كده مع بعض التعريف، ربط الإنتاج بطلبات العملاء وسمية بنظام السحب بدلا من نظام الدفع. خدت بالكم؟ وذلك لدعم جدولة الإنتاج وتفادي الإفراط في الإنتاج خلال هذه الفترة. كتبتوها؟ كتبتوا البول سيستم؟ تمام، أيوة كده، الله ينور. الأفيلابل تايم بير كاستمر، لا كاستمر ديماند، كاستمر ديماند مش نيد. اللي كاتب على الشات هي افيلابل تايم بير كاستمر ديماند مش نيد. ماشي. عايزين تاني تعريف البول سيستم من عناية. ربط الانتاج بطلبات العملاء وسمية بنظام السحب بدلا من نظام الدفع للإنتاج، وذلك لدعم جدولة الإنتاج وتفادي الإفراط في الإنتاج خلال هذه الفترة. تمام كده؟ يبقى كده إيه؟ خلصنا الجاست. طيب هنخش على الجاي لوك. الجايدوكا عندي اول نقطه اللي هي ايه؟ البيلت ان كواليتي. دايما الجايدوكا خاصه بالجوده، والجاست ان تايم خاص بالانتاج. خدت بالكم؟ يبقى الركيزتين كالاتي: الجاست ان تايم خاص بالانتاج مع الثلاث نقط دول، والجايدوكا خاصه بمستوى الجوده خاصه بالثلاث نقط دول. طيب الجايدوكا مبنيه على الجوده، بيلت ان كواليتي مبنيه على الجوده، خلاص عرفنا. طيب الايرور
النقطة التانية مهمة أوي كل الناس تكتبها معايا، الايرور بوفينج أو بوكايوكا. الايرور بوفينج أو بوكايوكا، ده مش سوبرمان، ده هو اسمه كده، بيسموه كده في اليابان، بوكايوكا، بوكا يوكي، بوكا يوكي، او الايرور بروفينج اللي هو تدقيق الخطأ. طيب نكتب مع بعض، كل الناس تكتب معايا، كل الناس ارجوكوا يكتبوا معايا عشان دي مهمة جدا جدا. الايرور بروفينج او بوكا يوكا هي تقنية يابانية لمراقبة الجودة، لمراقبة الجودة، طورها مهندس تويوتا السابق كان اسمه ايه؟ طبعا المعلومة دي مش في الباوربوينت، المعلومات دي كلها في دماغي، فانا هقول لك عليها، فالحاجة اللي في دماغي لازم تكتبها عندك في النوت بوك. اقول تاني، البوكا يوكي او الاير بروفينج دي تقنية يابانية لمراقبة مين؟ الجودة. طورها مهندس في الجو في الجودة لشركة تويوتا كان اسمه شيجو شونج اكتبها بالعربي حد، شيجو شونج، مهندس في تويوتا كان اسمه شيجو شونج عام 1961. وترجمة بوكايوكا بالياباني يعني منع الأخطاء، اكتبها بقى كده، بوكايوكي بالياباني يعني منع الأخطاء، ترجمتها يعني ايه؟ منع الأخطاء. وهدفها، هدف البوكايوكي منع حدوث عيوب في عملية التصنيع، منع حدوث عيوب في عملية التصنيع. ويهدف مبدأ البوكايوكي إلى تحسين تصميم أي عملية إنتاجية. الكلام اللي كنت لسه بقوله من شوية، يبقى يهدف مبدأ البوكايوكي إلى تحسين تصميم أي عملية إنتاجية، وذلك من خلال وضع تقنية حديثة، بحط تقنية حديثة في المكنة أو في الآلة أو في المصنع أو في السيستم أو في الداتا، تقنية حديثة تديني إنديكيشن بأي خطأ أو عيب في المنتج. فهمتوا يعني إيه نظام البوكايوكي؟ فهمتوا؟ اي حد فهم؟ ايوه، شيجو شوجو، صح، شيجو شوجو شونجو، الله ينور عليك، بوكايوكي شيجو شوجو، تمام. فهمتوا المهندس دوت عمل ايه في شركه تويوتا اللي باليابان سنه 61؟ شيجو شوجي عمل نظام اسمه، وده هندرسه بالتفصيل، البوكايوكي ده هندرسه بالتفصيل في التولز، هناخد التولز بتاعتنا كلها بتاعت التوتا التويوتا برودكشن سيستم، هناخد 7 تولز من ضمنها البوكايوكي. الله، تمام. الاستاذ محمد اهو كاتب البوكايوكي مكنه اي تي ام بتخرج الفيزا لوحديها، الله ينور عليك، الله ينور عليك، وليمت سويتش ممكن، وصفاره انذار ممكن، ايا كانت التقنيه الحديثه اللي انا بضيف في المكن او وحده الكهرباء او المصنع او منشاه، ايا كانت بتدي انديكيشن لايا كان الموظف في المكان اللي فيه خطا.
خلاص يبقى ده هو الايرور بروفينج او البوكايوكي. اخر حاجه عندنا اللي هي السيبريت هيمن اند ماشين ورك. السيبريت هيمن اند ماشين ورك اللي انا ما ينفعش اعزل العامل وعمل الماكين، لازم الاثنين يبقوا مع بعض. نكتب كده مع بعض التعريف دوت. أي مهمة صناعية بتحتاج إلى عمل عامل بشري وماكينة للقيام بيها، يعني ما ينفعش الاتنين يبقوا إيه لوحديهم، ما أفصلش أي حد فيه. أي مهمة صناعية أو منتج أو وظيفة بتحتاج العامل البشري وعمل الماكينة. طيب إحنا كده خلصنا العمودين، نخش على السقف. السقف عندي ثلاث حاجات: الهايست كواليتي، اللويست كوست، الشورتست ليد تايم. الهايست كواليتي جودة عالية معروف، اللويست كوست تكلفة أقل، الشورتست ليد تايم. طب مين يقول لي يعني إيه ليد تايم؟ حد عارف يعني إيه ليد تايم؟ حد يقدر يقول لي يعني إيه ليد تايم؟ التعريف الأخير: أي مهمة صناعية تحتاج إلى عامل بشري والماكينة للقيام بها. طيب حد يقدر يقول يعني إيه ليد تايم؟ طيب بلاش، عشان إيه يعني ممكن ما توصلوش للي أنا عايزه. هقول لكم تعريف الليد تايم اللي هي السقف بتاع تويوتا برودكشن سيستم. بيبقى فيه ثلاث نقط: الهايست كواليتي طبعا الجوده العاليه كلكم عارفين دي، اللوست كوست، شورتست ليد تايم يعني اقل دوره عمل. طب يعني ايه ليد تايم؟ هنقول الليد تايم، نكتب مع بعض التعريف ده وكل الناس تكتبه، لان انا متاكد 90% منكم مش هيعرف الليد تايم يعني. الليد تايم الوقت الاجمالي بين الطلب والتسليم، بما في ذلك وقت الإنتاجية. واحد. اتنين، وقت الفحص. تلاتة، وقت النقل. أربعة، ووقت الانتظار. يبقى أنا عندي الليد تايم هو الوقت الإجمالي بين الطلب والتسليم، بما فيهم بين الطلب المنتج وتسليم المنتج لمين؟ للعميل. كل ما هو في النص ده اسمه الليد تايم. يبقى الليد تايم هو جميع الاوقات المحصوره بين الطلب والتسليم. الليد تايم هو وقت الاجمالي بين الطلب والتسليم، بين قوسين: بما في ذلك وقت الانتاج، ووقت الفحص الانسبكشن، ووقت النقل ترانسبورتيشن، ووقت الانتظار الويتنج تايم. يا رب تكونوا كتبتوه. اعيد تاني ولا كتبته من بعد مني؟ اقوله تاني؟ حاضر، الناس طلبته تاني. حاضر حاضر، هي حاجة مهمة جدا، خلي بالكم ليه. طيب وهندرس الحاجات دي بالتفصيل. أنا كل الناس في المحاضرة اللي جاية عايزها تفكر في أنواع الوقت. الوقت ليه أنواع وشروط، شروط الوقت إيه وأحكامه إيه؟ فكل الناس تشغل دماغها في الموضوع ده، لان الوقت ده ليه انواع وشروط واحكام. انواع الوقت دوت 10 انواع، تخيل انا عندي 10 انواع للوقت، بس مش هنقدر نشرحهم النهارده ان شاء الله، هنشرحهم ان شاء الله المره الجايه. طيب نقول تالت تعريف الليد تايم: الوقت الاجمالي بين الطلب والتسليم، بين قوسين: بما في ذلك وقت الانتاج، وقت الفحص الانسبكشن، وقت النقل ترانسبورتيشن، ووقت الانتظار الويتنج تايم.
خلاص؟ طيب تمام. أنا كده النهاردة خلصت المحاضرة بتاعتنا. إن شاء الله تكون المحاضرة عجبتكم وفهمتوا منها معلومات حلوة، واللي جاي هيبقى أقوى إن شاء الله. بإذن الله اللي جاي هيبقى أقوى وهتستفادوا. بس أنا عايز منكم حاجة، تحافظوا على 3 حاجات. اللي عايز يفهم كورس اللين 6 سيجما هيركز في 3 حاجات، هيركز في 3 حاجات. أول حاجة الشرح بتاعي اللي أنا بقول عليه اكتبه في النوت بوك، مش هتلاقيه. ده أنا بقول إنجليش وبقول بالعربي وبعيد وأزيد علشان تفهمه. يبقى أول نقطة الحاجة اللي أقول عليها اكتبها تكتبها. الحاجة اللي أقول ركز فيها تعرف اللي هي مهمة، دي النقطة التانية. الحاجة اللي أقول لازم تركزوا معايا في النقطة دي تعرفوا اللي دي مهمة، مش ايه عابرة سبيل بسرعة بسرعة حتة نظر اقلبها بسرعة. انا بقى يعني الحاجة اللي اقول مهمة بتبقى فعلا مهمة. النقطة التانية الحاجة، طبعا النهاردة مش هقدر اطلب منكم هوم ورك اسبوعي لان ده كله يعني ايه يعتبر لسه انترودكشن وهيستوري واوريجنز وحاجات كده. فمن الايام اللي جاية الاول لما ندرس التولز ان شاء الله بتاعة اللين هنبتدي نطلب، من المحاضرة الجاية هنبتدي نطلب وهديكم حاجات تساعدكم في خلال عملكم عشان تنفذوا المطلوب. الحاجة اللي بتتكتب أنا جربتها عن نفسي شخصيا، الحاجة اللي بتتكتب وبتتشاف وبتتسمع ما بتتنسيش. يعني أنا خدت الجرين، انا سيرتيفايد حزام اخضر من 3 سنين، كنت بكتب وبشوف المحاضر وبسمعه واشوف المحاضره تاني، ما كنتش بنسى. والحمد لله يعني ايه عدينا في الجرين، دخلت على البلاك قعدت 6 شهور ادرس بلاك، وعملت مشروعين في التخرج في البلاك في الانترناشونال كواليتي فيدريشن وعديت. كان نظامي برضو ايه كتابه، أشوف المحاضر وأسمعه وأكتب، كنتش بنسى المعلوم. فلما تشغل الحواس بتاعتك الثلاثة، الكتابة والرؤية والسمع، ما بتنساش المعلومة. فعشان كده بقولك اكتب اكتب. واللي كتب يبعت ليا أو يبعت للمهندس أحمد حسام، يبعته على الجروب على أساس الناس. طبعا المحاضرة دي متسجلة، المحاضرة دي متسجلة وهتتذاع بعد المحاضرة على طول إن شاء الله على الفيسبوك على صفحة بي آي إم أرابي، وهتتحول المهندس أحمد حسام قدر الله خيره هيحولها لنا على اليوتيوب. فاللي أنت هتنساه شغل المحاضرة وشوف واسمع واكتب. يعني حتى لو إحنا ما شيرناش على الجروب التعريف، لو طلعت المحاضرة وشغلتها وجريت الحتة دي هتعرف اللي احنا قلناه، وتسمع وتكتب براحتك لما تيجي تشوف المحاضرة على الفيسبوك او على اليوتيوب. واشوفكم على خير ان شاء الله الاسبوع الجاي، ويا رب تكون استفدتوا النهاردة وتكون محاضرة مشوقة ومفيدة للجميع، واللي جاي اقوى ان شاء الله. وزي ما انا قلت لكم اللين هيبقى دراستنا فيه 4 محاضرات و4 أو 5 هتبقى الـ5 ريفيجن، وندي فيها الفاينل بروجكت إن شاء الله. وأشوفكم على خير الأسبوع الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله.